ملعب محمد بن سعيد دخل ترجي مستغانم يترصد ضيفه وجاره وداد تلمسان الطامح إلى الانفراد بالمركز الثاني. الوداد استهل المباراة مهاجماً، ومهمة الظفر بالنقاط الثلاث بدأها بن هارون بمخالفة خطف عن طريقها هدف التقدم عند الدقيقة الثانية، لتنطلق أفراح الجماهير الودادية الحاضرة بقوة على المدرجات. الرد جاء سريعاً من خيثر، والحارس صوفي منع التعادل. عقيد جدد المحاولات دون إدراك المسعى. فرص التهديف كانت من جانب الترجي، والواقعية كانت تلمسانية بعدما نفذ بالحمر مخالفة بعيدة المدى استقرت في شباك بالعربي مضيفاً الثاني. كل هذا والمباراة في دقيقتها 17. بعدها لاحت فرصة ذهبية لبلال مسعودي الذي ضيع الثالث. الترجي حاول التسجيل قبل نهاية الشوط الأول، وطالب لاعبوه بركلة جزاء عند الدقيقة 40، والحكم فصيح أمر بمواصلة اللعب لتنتهي المرحلة الأولى على وقع ثنائية تلمسانية دون رد. في الشوط الثاني تراجع أشبال المدرب بوعلي إلى الخلف وتركوا المبادرة لأصحاب الأرض، فكادت رأسية مزيان أن تخادع الحارس صوفي الذي تألق بعدها وحول مخالفة عقيد بأطراف الأصابع إلى الركنية. الترجي بقي مثابرا من أجل التسجيل، وكان له ذلك في الدقيقة 80 عبر رأسية مادوني التي قلص بها النتيجة. الوداد حاول تأمين الفوز بهدف ثالث، ولكن بالعربي وقف في وجه كرة سعادي ليعلن بعدها الحكم فصيح عن نهاية المباراة بفوز ثمين لوداد تلمسان الذي ذلل الفارق بينه وبين النجم أقرا إلى نقطتين، فيما تلقى الترجي الهزيمة الثانية على التوالي.